نعاود لكم هذاك على حياده الكيو. هذا تنسقهم هذوك الراجل. هو الشباب اللي بو المعقول وبو سميتو راه تيجيو للصناعه. تيجيو للصناعه تيخدموا في الصناعه. الدراري اللي تنعرفهم انا هنا دابا الدراري بزاف كاع حنا كاع تنبغيو الدراري يخدموا معنا الدراري الصغار ما بقاوش يبغيو يخدموا معنا. حيتاش هما المصروف ديالهم ولا تيبيعوا مصروف كثير مثلا تيخدم الدري باقي ما تيصور ما تعرف حتى الصناعة وتيبي مثلا 30 درهم 40 درهم 50 حتى 50 درهم مصروف في العشية ما يعني ما تتبان لهم الخدمة ما بقى فيها والو بالنسبة لنا حنا راه تنديروا ما تنحتاجوش المصروف بزاف ديك الساعة فاش كنا متعلمين هذا هو المشكل اللي خلى الدري ما بقاوش كاع تيبغيو يجيو للصناعة وفاش ما جابش لا في القراية قلنا باش نبقاو تندورو ولا نتبلاو شي بلية خايبة اللهم نجيو ندخلو الصناعة يخدم بنادم كتافو رزق حلال يدبر على راسو ولا تبقى تدور في الزناقة بلا ما تامين مستورين واكلين شاربين واخا داكشي قليل قناعة هي كلشي ايوا دابا باش نخرجو نديرو شي حاجة اللي ما سميتوش راه شادين الطريق ديال الحلال تنجيو العمل ديالنا الحمد لله في الصباح تنضلو خدامين على طريق بغينا ان شاء الله ما نمشيوش لشي حاجه باش نكبروا وليداتنا في شي مال ما هو داكش تنزنا للصنعه باش ناخذوا رزق حلال وكنتمنى من الله بهاد الشباب ديالنا يشوفوا حتى هما ما يبقاوش غير تيتسنى والديه تيجيب ليه مصروف ولا يخرج من المدرسه ويخرج يدير شي حاجه اللي ما هي هذيكش اللهم يعطي راسو المعقول بقينا في الصناعه حيت ما عندناش عليها بديل خدمنا التامين وقررنا كل واحد يخدم راسو حنا دابا كل واحد خدام راسو عندنا والدينا حتى حنا تبغي نخدموا عليهم عندنا ولادنا عندنا بالنسبه لي انا مجوج ما غاديش يمكن قبل كاع ما نتزوج ما كنتش نفكر انا باش نمشي نهاجر كاع نهائيا دراري صحابي وداك الشيء كانوا كاينين تيفكروا في هذا الشيء وكانوا كاينين كاع هاجروا ولكن كي تنقولوا اللي ما بغاش الصناعه ما قانعش بالقليل بغا يدير دغيا وداك الشيء ما يمكنش راه الناس قاعده دير كاع مشاريع كاع وما تنجحوش مشاريع كاع وما تنجحوش تيعاود يبدل وتيعاود يبدل حتى تيسهل الله والله يعفو على الجميع وبنادم الا بغى يتبلى يتبلى بخدمه زوينه دابا كاين اللي كتافو باردين تعرف ما يجي يكريسي ولا يسرق تيبيع حشيش ولا غبار انا تقريبا شي 16 سنه 17 سنه باش انا في الصناعه يلا قريت تقريبا المستوى السادس وخرجنا باش ما جابش الله في القرايه وبقينا ظروف ماديه وكذا قلنا نمشيو للصنعه هاد الشباب صعيب كنشوفهم من ولادنا واعرين من صغرهم واعرين مشطونين كذا الله يهديهم خلق وصافي المغرب ديال دابا تيبان لي انا غادي مزيان غادي مزيان البلاد غادي مزيان الشباب اغلبيتهم تيبان ليا دروكا غاديين ويخدموا لا الشباب ولا مالك ديالنا حتى هو الله ينصرو شاب يعني بغى يخدم البلاد ولا لقينا اللي يخدم راه حتى حنا غادي نخدموا مزيان والله يسهل الجميع انا لقيت ما كاين ما يدار في البلاد خص اللي بغى يدير اللي ما كاينش ما طلع ما يدار بنادم خدام كي يدير يكون ريصه وتيبيع يديسيرو مصور بركه القناعة علمها وكاين المغرب ديالنا والله الا زوين بالله المغرب ديالنا ما بحالو تاع البلدان تيمشيو الناس البلدان الاخرين وتيجيو وتيقول لنا ودي المغرب ما كاينش بحالو وهادو اللي كيحرقوا دابا كله رزقو فين تيوصلوا وكنقول لهاد الشباب باش يتضامنوا ويحاول يخدم يحاول ما يبقاش متكل على با او مو او شي حد باش تنقول لهم حاولوا بنادم خرج من القرايه ما جابش الله يمشي يدير شي صنعه